بداية رؤيتك للمباراة كابتن أحمد، شفت المباراة إزاي كليا على مدار الشوط الأول والشوط الثاني؟ طيب مبدئيا بس قبل ما نتكلم في فنيات المباراة، ألف ألف مبروك لجمهور الزمالك. منذ 2017 لم يحقق نادي الزمالك الفوز في أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية. صحيح. ففكرة إن أنا أبدأ الستارت قوي وأبدأ الستارت بثلاث نقط، دي نقطة إيجابية كبيرة جدا جدا كنا مفتقدينها، لأن دايما كان جمهور الزمالك يقول لك إيه، مع بداية دوري المجموعات بنحضر الحسبة، بندور على جون الانقاذ بتاع اوباما، يمكن النهارده هو اوباما اللي جاب الجون. فمبدئيا كده الحمد لله، مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك. ومش عايز الناس تقسو على الكابتن معتمد جمال، الراجل بيشتغل بالقماشه اللي موجوده، الراجل ما كملش اسبوعين مع الفرقه، الناس النهارده طالعه بتنتقد وازاي والزمالك اكبر منه، لا 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 خالص، النهارده الراجل ده بيشكل اللي في ايده وبيطلع منه نتائج. انا النهارده بلعب اول مباراه في دوري المجموعات، مطالب بايه؟ مطالب باداء جيد ولا مطالب ان انا اجيب ثلاث نقط؟ هفكرك بحاجه، السنه اللي فاتت في اول ماتش في دوري المجموعات احنا غالبا جبنا في الماتش ده حوالي اربع كرات في العرض لو تفتكر، عملنا ماتش كبير جدا جدا وفي النهايه خرجنا بنقطه واحده، والصعود كان ببالغ الصعوبه. فالنهارده كابتن معتمد جمال قدر ان هو يحقق التارجت اللي هو عايزه، هو هدفه من المباراه ان هو حقق الثلاث نقاط. سريعا كده، يمكن انا تابعت الفرقه قبل المباراه دي باسبوع، حضرت الماتش بتاع الهلال الليبي اللي كان ودي في نادي الزمالك، وشفت طريقه اللعب، ويمكن كنت تقريبا بشكل كبير قوي مستقر على طريقه اللعب اللي هيلعب بيها كابتن معتمد جمال، لان هو لعب بيها في المباراه الوديه امام الهلال الليبي، وهي طريقه 3-4-3. انا الراجل في الاول في الاخر عايز يامن دفاعيا بشكل كويس قوي، يتفرج على الفرقه اللي قدامه بتلعب ازاي. هو بالنسبه له فرقه ابو سليم فرقه مجهوله، فرقه ما عندوش معلومات عنها كتير، ما عندوش معلومات عن طريقه لعبهم كتير، فالراجل حب يامن شويه ويتفرج على طريقة اللعب ويعرف مفاتيح لعب ابو سليم ايه ونقاط القوة ونقاط الضعف عشان يقدر يتعامل معاها بداية من بعد 10 دقائق ربع ساعة من الشوط. ولكن يمكن دي طولت شوية لان كان عندنا مشكلة فنية صغيرة، وقد يراها البعض شيء عادي ويراها الاخر لا، دي كانت حاجة كبيرة جدا جدا. ويمكن لو معانا، انا محضر صورتين لموقفين لعب الماتش النهاردة، يمكن الموقف الاولاني لاوباما والموقف الثاني لاوباما. النهاردة لعب باوباما سترايكر صريح، تمام؟ ففكره ان انا بلعب باوباما سترايكر صريح بمهام شادو سترايكر مهمه قوي اشتغلها، بس مش طول الوقت. يمكن لو نقدر نوفر الصوره هنلاقي اوباما بينزل يستلم في نص ملعب فرقه ابو سليم، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ضغط كبير جدا، فبيجيب المدافعين بتوع فرقه ابو سليم الى ما بعد خط ال 18 بتاعهم، واحنا اوريدي ابو سليم ما بيضغطناش من فوق، فاحنا اوريدي بنبدا اللعب من نص الملعب، فانت ضيقت مساحه اللعب في مساحه حوالي مثلا ايه، هنقول 20 يارده. ال 20 يارده دول من ال 18 ل 22 يارده لحد نص الملعب بيلعب فيهم 20 لعيب، فانت كل لعيب لو عنده متر ونص في مساحه صناعه لعب، طبعا ما فيش مساحه انك تصنع فيها اللعب، فرقه نادي الزمالك عايزه تلعب كوره ما عندهمش المساحات اللي يقدروا يلعبوا فيها كوره، فانت حسيت ان اللعب مقفول، الجيم مقفول بشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن سرعان بقى ما تيقن ليها كابتن معتمد جمال، والشوط الثاني عدل طريقه اللعب.